قال بأن ظهروا هو في ناس الآن يعني ظهروا يكتبون في اللغة السقطرية، ولكن كان في قديم من يكتب يعني يكتب اللغة يكتب يعني كتاب قديما كانوا كتاب، لكن قلة قليل يعني. كان في مخطوطات عندنا احنا يكتبون المصاحف، يكتبون المصاحف في مخطوطات قديمة والآثار الفقهية كانوا يكتبون ويجمعون موجودة هذه الكتب، لكن الآن في الجيل الحالي لكن لم يتم إبراز هذه وحتى مخطوطات المخطوطات وضاعت يعني لدرجة أنه ما نعرف من كتبها ومن احنا نريد أن نسلط الضوء على الكتاب الذين نعرفهم ونعرف كتبهم يعني شخصيات يعني. ممكن أذكر بعض الكتاب الذين يعني لهم مساهمات وحاولوا أنهم يعني يكتبون فيما يتعلق بالتاريخ السقطري واللغة السقطرية يعني على سبيل المثال المرحوم أحمد سعيد الأنبالي عليه رحمة كتب الله تاريخ السقطري، نعم كتب تاريخ سقطرى، ويعني اعتبر أول كتاب تقريبا يعني قرأته صدر من فترة سقطرى، يعني فيه كثير من المعلومات المفيدة يعني يتحدث حول تاريخ السقطرية يعني من أيام السلطنة، ويتحدث أيضا عن التركيبة الاجتماعية في سقطرى وغيرها، عن القبائل وعن اللغة والتراث والموروث، وحتى عن اللغة تحدث وتحدث نعم عن قرأنا كلنا والعادات. كل قرأ كتابه كتاب مرجع، أصبح الآن مصدر ومرجع لكل أبناء سقطرى. إذن الشيخ أحمد الأنباري عليه رحمة الله تاريخ سقطرى ألف كتاب. أنا أيضا أذكر من ضمن الكتاب الذين كتبوا معالي الدكتور فهد كفاين مختارات من الأدب السقطري، وكذلك لديه رسالة في الأدب السقطري ورسالة علمية في الأدب السقطري تقريبا أكثر الشعر والأدب السقطري، ومن الكتاب أيضا من أذكر الذين ظهروا مؤخرا الآن معانا أيضا كيوف الجزلاوي، كتب رسالة ماجستير الفصائل النحوية، الفصائل مؤخرا هذه من شهور من أشهر، نعم مهمة جدا تقابلية، نعم كذلك لوح علمي مهمة جدا تخدم اللغة السقطرية، علمي أيضا لوح علمي كتب في المحكيات السقطرية، المحكية يعني السقطرية عن اللغة يعني كتاب يحكي عن كيفية اللغة السقطرية محكية يعني، والرميلي أستاذ أحمد الرميلي أيضا الرميلي كذلك كتب إيش عنوان كتابه؟ في النحو أو كذا حاجة هيك تتعلق باللغة هو السقطرية، هو أيضا من الكتاب الرميلي، هو كانت رسالة ماجستير أيوة كتاب كيوف يعني يتحدث حول الموضوع، يذكر فيها تركيبة اللغة السقطرية بين العربية وبين السقطرية، يعني دراسة تقابلية أو مقارنة بين السقطرية والعربية يعني فيما يتعلق بالفصائل النحوية يعني الماضي والحاضر بين العربية والسقطرية. أيضا من الكتاب أيضا في كثير جيل يعني من جيلنا الذين درسوا دراسات عليا ماجستير ودكتوراه ألفوا كتب كرسائل علمية ما لها علاقة بسقطرى في الأدب العربي في الأدب الإسلامي التاريخ الإسلامي كرسائل علمية يعني. أحمد العامري دكتور أحمد العامري نعم رسالة الدكتور أحمد تربهي دكتور عميد كلية المجتمع هو أيضا في اللغة السقطرية أيضا لا ننسى أيضا في اللغة السقطرية أيضا كتب في الأمثال الشعبية السقطرية أو في الأمثال السقطرية اللي هو فائز محمد سعيد السمحي، وكذلك في الصوتيات السقطرية سالم غانم نعم لينغويستكس يعني هو للأسف أن هذه الكتب أيضا كمان غير مطبوعة وغير منتشرة وغير موجودة لأنهم ما قدروا يطبعوا الكتب يعني، ولا مفروض هذه تكون موجودة على أرفف المكتبات على الأقل داخل المجتمع السقطرى حتى يستفيدوا يعني منها كمرجع يعني. أيضا من الجيل أيضاً الحالي في بنت اسمها بلقيس علي، صحيح بلقيس كتبت كتاب اسمه الليدي السقطرية وتتحدث عن المرأة السقطرية، وتذكر أيضا في الكتاب حول الزهراء السقطرية ودور المرأة، وكمان في كتاب مستقل للشيخ أحمد الأنبالي الزهراء السقطرية كتاب الزهراء السقطرية كتاب مستقل يحكي حكاية الزهراء السقطرية.